قول من طلب العلم فقد بايع الله عز وجل هذا صحيح عن ابن عيينة رحمه الله. وقد ذكر ابن القيم في مفتاح دار السعادة عن بعض الصحابة أنه قال: إذا جاء الموت طالب العلم وهو على هذه الحال مات وهو شهيد. وقال أبو الدرداء: من رأى الغدو والرواح إلى العلم ليس بجهاد فقد نقص في عقله ورأيه. ولا شك أنه من الجهاد في سبيل الله عز وجل، لأن الله عز وجل لما ذكر في سورة التوبة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله، ماذا قال؟ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. فدل هذا على أن الجهاد مبايعة. ولا شك أن العلم من الجهاد في سبيل الله، نشره وحمايته من أهل البدع ومن أهل الأهواء لا شك أنه من أعظم الجهاد في سبيل الله، ولا سيما إذا كثر أهل الأهواء واستطار شرهم وعظم البلاء بهم.